معك معك، شلونك شيخ؟ يا أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. يا أهلا ومرحبا. من وين جنابك؟ الله يسلمك. من العراق؟ أها، سني جنابك؟ لا، ملحد. ملحد. أنت بأمريكا جنابك ولا هذا رقمك أمريكا؟ لا لا، بأمريكا. يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضل. فحضرتك فاتح الاتصال للملحدين، أي نعم، فحبيت أشارك. يا أهلا أشوف قلنا ويكند قلنا نسولف ويا الشيخ. يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. اي تفضل. أتفضل، النقاش لك. أنت جنابك ملحد، كنت شنو، سني ولا شيعي؟ ولا يعني لا كنت سندي ولا شيء، يعني ما كنت متدين اصلا، ما بس تدينت باي مرحله من حياتي. بس يعني أكيد أول ما ولدت مسلم، يعني بس باسم، يعني ما اتصل لي وصوم وهاي حتى، يعني هيك عرفت شلون؟ مو مشكلة، كنت بالاسم شيعي كنت، صح؟ لا لا لا، ما كنت لا سندي ولا شيء، يعني انا الاهل يعني ميكس، يعني الاهل هيك وهيك، بس انا يعني ما كنا متدينين، يعني العائله كلها مو متدينه. طيب، يا هلا بك، يا اهلا وسهلا. ما الذي يمنعك ان تعتقد بصانع لهذا الكون، اله؟ اول شيء بس اريد، بس يعني اذا تسمح لي، بس اول شيء كم نقطه اذا تسمح. اول شيء يعني هو يعني اي شيء احنا المفروض نصدقه المفروض يكون عليه دليل. ف اول نقطه انه هو شنو معنى كلمه دليل، يعني شلون نعتبر هذا الشيء دليل ولا لا؟ فشنو جوابك على هاي النقطه؟ الدليل حسب ما قدم، يعني حسب ما يقدم. يعني مثلا إذا واحد قال أنا معي طير، نقول له ما دليلك؟ يقول هذا الطير مثلا. يعني شوف، هذا دليل أول، اسمه الدليل الظاهري. هنالك دليل ثاني، يأتي شخص ويقول إن في هذه المنطقة بني مصنع كبير، فنقول ما هو دليلك؟ يقول أترون ذلك الدخان الذي يظهر في السماء مرتفعا؟ نقول له نعم. يقول ذلك هو دخان المصنع. اوكي خلصت. اي هاي ثانية إلك. لا مو لا اوكي، بس ما نخلص باللي حتى اشتغلت عليك. اي نعم، خلصت. اي فتارة يكون دليل يدل على يعني يدل على وجود الشيء، تارة يكون دليل ظاهري انت تراه. اي نعم، تفضل. تمام، فيعني هذا الدليل لازم يكون يقاس، الدليل الثاني قابل والقياس الثاني، صح؟ الاول يعني خلاص الرؤية، هذا بعد الرؤية. الرؤية هي يعني دليل الوجود، يعني انت خلاص يعني هذا سمعت، انا اشوفه انت موجود قدامي، كلام عادي. اوكي تمام، بس الدليل الثاني يكون قابل للقياس. واكو الدليل الامبيريكال ايفيدنس اللي هو الدليل التجريبي، اللي هو يقاس ويثبت بالقياس ويعني يتكرر. يعني حسب مثلا من يجي واحد يسوي مثلا، حتى نقول انه هذا الو هي انا اسمعك. هي تفضل كمل. الو انا اسمعك. اسمعك. شن دا اقول الدليل التجريبي، الدليل التجريبي هو الذي يعني الامبيريكال ايفيدنس اللي هو بالقياس، يعني هذا القياس يكون عن طريق انه نقيس هذا الشيء، واذا كررنا التجربه النتيجه تطلع نفس الشيء او بنسبه خطا 5% اللي هي الدي فاليو اللي موجوده في كل الاستديز بالعالم. انت ما تقيس شيء تكون نسبه خطا 5% و95% نسبه الصحه، اللي هي طبعا هاي نسبه الخطا تحدد على حسب قوه الدراسه وعلى حسب قوه القياس مالتك، بتكون غالبا يا اما 1% يا اما 5% يا اما 10%، بس هو ماشي اغلب الدراسات يعني 5%. فاحنا نجي مثلا من نريد نقيس فد شيء حتى نتاكد انه هذا الشيء موجود، انه احنا نقول هذا الشيء قابل للقياس، واذا انت قست هذا الشيء 100 مره فانت 95 مره راح تطلع لك نفس النتيجه او بحدود معينه، يعني يكون اكو كونفدنس انترفال. هاي الكونفدنس انترفال اللي هي ضمنها راح تطلع لك النتيجه ضمن هذا القياس، يعني ضمن هاي الفتره ضمن هاي الرينج اللي راح يطلع لك. ف 95% راح يطلع القياس بهالنقطه 95 مره من ال 100 مره اللي راح نقيس بيها. هذا اللي هو مع التجارب، هذا الامبيريكال ايفيدنس. طيب هذا حسب العلم. خلي اتركه هذا، حالي ما نحتاج احنا.
احنا شلون يصير كيلو هذا اساس كل شيء؟ لا حاليا احنا ما نحتاجه لان هذا يجي مع التجارب. احنا حاليا عندنا دليل الاول الذي تراه بعينك والدليل الثاني الظاهر من فعل من وجود شيء ما كدليل الدخان على المصنع. بس هو يعني هذا مو كلام هذا هذا ما تحتاج هي. انت جنابك الكريم ما تحتاج ألف دخان حتى تتاكد انه في مصنع صح؟ لا ما مو بهالطريقه انه انا اذا احنا اذا بنينا 100 مصنع على الاقل 95 مصنع راح يطلع دخان. لا مو شرط، مو في مصانع كهربائيه. انت جنابك الكريم جاي تلعب وياي شنو؟ لا ما جاي العب وياك. حاول تهدئ حاول تهدئ حاول تهدئ حاول تهدئ حاول تهدئ اهدئ هذا اسلوبه. اي اهدئ اي اهدئ هذا لا تلعب وياي اهدئ. اكو مصانع ما تطلع دخان. اهدئ اهدئ مصنع واحد من مصانعنا القديمه الحلوه ام البخاريه شحلاتها اللي هو قبل التطور الصناعي، ما اعرف اذا تعرفه ولا لا، فيطلع دخان. فخلينا على هذا زين. انت اطلقتني مثال مصنع الان، فانت اهدئ حاول تهدئ حاول تهدئ. ما الذي يمنعك ان تعتقد بوجود صانع؟ ماكو اي دليل على وجود الصانع. ما ادكو دليل على وجود الصانع. انت جنابك الكريم تعتقد احنا كيف يعني احنا متقنين مصنوعين مثلا؟ منو احنا يعني البشر مثلا؟ العقل البشري او البشر عموم البشر تحشي على البشر؟ اي نعم البشر. لا البشر غير متقنين طبعا، غير متقنين. فاذا الان كل ما موجود من تكنولوجيا وهذا كله غير متقن. شنو معنى متقن؟ شنو معنى كلمه متقن؟ باللي تفهمه انت، ما يحتاج نراجع ناس سرسريه كاتبين عنها، باللي تفهمه. لا لا احنا غير حتى نفس الشيء. المتقن هو المتقن هذا المصنوع، مو هاي السياره اللي تنقلك مسافه 500 مايل، هاي متقنه. لا مو شرط يعني انت كلمه الكل حتى نتفق على التعريف. لا حتى اخي كريم، اخي كريم انت ليش ليش الرباط مأذيك؟ متقيد به الرباطات ليش؟ هو الإتقان ما صنع بطريقة متقنة استفاد منه عامة الناس. يعني مثلا مو شرط. طيب شكرا لك. تفضل من سوريا يقول في أشياء يصنعوها البشر يستفادون منها بس مو شرط تكون متقنة. بعد ملحد عراقي رب قامس. اي اعرف ادري. تفضل خلونا نرجع السنة. يلا السنة خلي يتصلون هلا بيهم، هو البرنامج لهم بالأصل. يقول مو شرط، شوف ماذا سيسمونها حقارة بالنقاش غباء. يقول مو شرط يعني اليوم أنت اليوم هذا الآن هذه ساعة، هذه ساعة، وأيضا بنفس الوقت تقيس حرارة الجو، هذه تنطيك وتنطيك درجة الرطوبة. هاي بيدي. يقول هذه البشر يستفادون منها لكن ما متقنة. شوف البشر كلهم استفادة منها ويحطوها بالمكاتب، احنا مستفادين منها هنا حتى نعرف درجة الرطوبة لأن بريطانيا معروفة بالرطوبة. يقول هذه هذه يعني كل هالبشر استفادت منها، كلها نقذت البشرية هاي لأن الحياطين تصير بها رطوبة وتتخيس هنا الناس يعني والأجهزة تخرب وتصير كوارث هنا معروفة. فهذا الجهاز يخليك تتابع الرطوبة الموجودة بالغرفة بالاستوديوهات، معروف هذا لأن بسبب التبريد والحرارة والأجهزة والإنارة الأجواء تتغير. هذا الجهاز يقول هو ما متقن، واحد شيء خايس بس أنقذ الناس، أنقذ الحياطين، أنقذ البيوت، أنقذ العبه. إذن المشكلة عندك بعقلك أنت جنابك الكريم، عندك مرض بعقلك، عالجه بأمريكا. خلي ينطوك لقاح جديد ويضحكون عليك إن شاء الله.